النهارده هعمل مسقعة بدنجان بس مشوي. اوكي البدنجان هقطعه بقشره تخين شويه علشان لما يتشوي ما يخسش قوي، اوكي، وما يلحقش يستوي لدرجه ان هو يبقى طري زياده عن اللزوم قبل ما ايه نحطه في الطاجن. فهيبقى منظره بهذا الشكل لو تشوف. وبعدين هبتدي بعمل صوص البيشاميل زي ما حضراتكم شايفين، طبعا عملناه كتير قوي مع بعض، فايه يعني اهو البيشاميل بديله جوزة الطيب، معلقة صغيرة كده ايه من جوزة الطيب، وعشان تبقوا عارفين انه الصوص بيشاميل او صوص بلانش من اساسيات عمله، يعني التابل بتاعه ملح وفلفل ابيض وجوزة الطيب، وابتدي ايه اعمل الصوص. طيب هنعمل كده وهنحط شوية زيت نباتي عادي جدا، احط معاهم الثوم المفري وهو لسه مسخنش قوي الزيت، اقدر اتحكم في درجة تسوية الثوم، لكن لو حطيته مع زيت حامي مرة واحدة مش هلحق، مصبرش عليه قبل ما يلون. اوكي انزل بالطماطم، احط لها الملح، احط لها الفلفل، وهنا الفلفل عادي جدا مش فلفل ابيض ولا حاجه، شويه الملح وشويه فلفل نص معلقه، احط بقى ايه الطماطم الفريه معلقه كبيره كده، اوكي، احط الزبيب واسيبه لما ينشف، قصدي ينفش، تمام؟ تاخد شويه ميه بقى، بسم الله، نسيبها بقى تقول كده، مع الباذنجان، مع البيشاميل، والصلصه بتشتغل بتقول. طب هناخد البايركس وهاخد شوية زيت كده، هحط بقى بصل جوليان تحت كده، نحط بقى الصوص بتاعنا، وبعدين هنحط راقة تانية كده اهو بقى، وبعدين نحط صوص البيشاميل. تعالى طبعا كده احنا عندنا ايه كله مستوي، اوكي تمام، يبقى هيتحط تحت الشوايه. بسم الله الرحمن الرحيم، اوكي يلا تحت الشوايه تحمر نطلع لانه كله مستوي فمش محتاج اسوي، تمام، 7-8 دقايق حسب قوة الشواية بتاعتك، ممكن تكون 4-5 دقايق حسب قوة الشواية وقرب من السطح، وأنا بقول ما تقربهاش من السطح قوي علشان هتطلع تتقدم، يعني ها تتقدم. طبعا عقبال ما أنا رصيت الكل القصة دي وعملت كل ده كان الباذنجان طبعا برد، الصوص يعني برد شوية، البيشاميل أكيد يعني ما بقاش مولع، أوكي لما تحط على النار يعني في التلت التاني من الفرن، الصاج يبقى في التلت التاني من الفرن، لما بيتحط عليه ده هيبقى في الربع الاخير من الفرن، اوكي السطح بتاعها يعني عقبال ما ياخد لون هيكون كله مع بعض سخن وبقى زي الفل ويقدم فورا. بعد بس انا عايزه يعني النار جوه تخلي السطح بقدر الامكان
يقولوا ايه يستوي بقدر الامكان. بعدين اطلعه احط عليه شويه الجبنه وادخله تاني، جبنه شيدر اصفر مبشور. اوكي، مش هتضايق من ان انا اسيب الفرن مفتوح لسبب. ايه السبب؟ ان هي تحت الشوايه. هعمل كده. لما بيكون الفرن مفتوح وبتحطوا الحاجه تحت الشوايه حقيقي بتاخد وقت شويه اطول، لكن بتبقى عامله زي السلمندر يعني، بدي بس ايه جراتان، بحمر الوش بس يعني. اوكي، بسم الله.